السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقة لمناقشة أبعاد وآثار عملية ربط البنك المركزي بفروعه في محافظتي مأرب والمهرة. أكد البنك المركزي اليمني نجاح عملية الربط بين المركز الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في محافظة مأرب. وقال البنك في بيان له أن الفريق الفني تمكن من ربط النظام وتطبيق بعض العمليات التجريبية بنجاح، وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطوات سعي البنك المركزي لتفعيل سياسته النقدية في جميع المحافظات المحررة وإدارته لحسابات الحكومية وفقا للقانون. نتوقف عند هذا الخبر، نناقش في محورين: جدوى عملية الربط بين البنك المركزي وفروعه في مأرب، وهل سيتم ربط إيرادات تلك المحافظة ضمن الموازنة العامة للدولة. قبل البدء بالنقاش نتابع سويا هذا التقرير. انتهت أزمة ربط البنك المركزي بفرعه في مأرب، أو هذا ما يبدو واضحا من خلال بيان البنك الجديد الذي أكد نجاح عملية الربط بين المركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن وفرعه في محافظة مأرب. البنك قال في بيان له إن الفريق الفني تمكن من ربط النظام وتطبيق بعض العمليات التجريبية بنجاح، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات سعي البنك المركزي لتفعيل سياساته النقدية في جميع المحافظات المحررة وإدارته لحسابات الحكومة وفقا للقانون. رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك كان قد أوضح في لقاء صحفي سابق خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي أن أوجه الصرف إيرادا وصرفا لإيرادات محافظة مأرب من الغاز الطبيعي والموارد الأخرى تتم بحسب قوانين الدولة، مؤكدا أن عملية الربط التي تمت ستمكن الحكومة من مراقبة عمليات الصرف التي تتم بشكل يومي وشهري وليس في نهاية العام فقط. هذا وكانت الأزمة قد نشبت بعد تصريحات لرئيس البنك المركزي حافظ معياد لوح فيها ضمنيا بتقديم الاستقالة إذا لم يتم ربط البنك بفروعه في المهرة ومأرب. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من محافظة مأرب المحلل الاقتصادي السيد محمد الجماعي. سيد محمد مساء الخير. مساء الأنوار. أهلا بك سيد محمد، يعني ما الذي يمكن إيضاحه للمشاهد حول موضع الربط أولا ما بين البنك المركزي ومحافظة فروع البنك المركزي في محافظة مأرب؟ أعتقد أن النجاح هو جعل عملية الربط تتم بشكل يومي، لأنه كانت ترفع شهريا وسنويا، وحساب الحكومة طبعا لا أحد يستطيع أن يمسه إلا بأوامر الصرف وبموجب ما هو بحسب الموازنة العامة للدولة. وهي أشياء واضحة لم تكن يعني تستدعي كل هذه الضجة حتى الفرح بهذا الإنجاز كإنجاز يحسب للحكومة، وهو إنجاز متأخر جدا. وربما لم يكن على بنك مأرب أن يتحمل المشقة للوصول إلى بنك عدن إلكترونيا أو المطالبة، ما لم يكن البنك المركزي ومركزه الرئيسي في عدن جاهزا هو نفسه لربط البنوك الفرعية التابعة له. نحن الآن أمام إنجاز يحسب للحكومة اقتصاديا مهما تأخر وقته، وهو أمر طيب جدا، لأننا ننظر أن الحكومة الآن واقتصاد الدولة بدأ يعني يأخذ وضعه شبه طبيعي، ونحن في حالة حرب. كانت الأموال تداء بطريقة الخزائن، خزانة هنا وخزانة هناك ومحفظة هنا في الداخل ومحافظ في الخارج. حسابات البنك المركزي ما زالت مغلقة حتى الآن. البنك المركزي الآن أصبح مع فرعه في مأرب متواصل بشكل يومي، وهذا أيضا يسع أي شبهة في هذا الاتجاه. نعم، هل سيكون لهذا الأمر أثر في مسألة أو في المسألة الاقتصادية بشكل عام؟ بالتأكيد. يعني هو في الحقيقة يعني لما رفعت أول موازنة عام 2018، كانت موارد مأرب والمنافذ التي تمتلكها الدولة والسيطرة عليها كانت داخلة
يعني ضمن الموازنة العامة للدولة، وهي الآن ستدخل. وأن كنت أستغرب فقط من تصريح رئيس الوزراء عندما تحدث عن الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي لعله يقصد الغاز المنزلي، لأننا لم نعلم أن هناك أي تحركات، ليست تحركات وإنما أي تصدير للغاز الطبيعي المسال، والذي هو ذو إيرادات كبيرة جدا. نعم، إذن ابقى معي سيد محمد. أرحب بضيفي سينضم إلينا من إسطنبول الباحث الاقتصادي سيد حسام السعيدي. سيد حسام مساء الخير. مساء النور، أهلا بك وبمشاهدينا الكرام. أهلا بك سيد حسام، ما الذي تعني عملية الربط؟ عملية الربط هي عملية تقنية تهدف بالأساس إلى توحيد نظام العمليات المالية للبنك المركزي. نعم. وبالتالي أيضا توحيد عملية الرقابة والإشراف. لا يتعلق الأمر فقط بإدارة حساب الحكومة وإنما بكل العمليات المالية للبنك المركزي. وبالتالي وجود رقابة مركزية نستطيع أن نقول على حركة الأموال وأيضا الحركات سواء صرف أو إيرادات ما يخص الحساب الحكومي وأيضا ما يخص. يعني أفهم منك بأن الربط الفني يعني قد يكون له أثر في مسألة يعني السيطرة أو المراقبة نقول الكاملة والشاملة لكافة موارد الدولة. والبنك المركزي لديه أعمال أخرى أيضا غير ما يتعلق بموارد الدولة، هو إدارة حساب الدولة من ضمن مهام أو من ضمن العمليات التي يقوم بها البنك المركزي باعتباره بنك الحكومة، لكن هناك أيضا أعمال أخرى يقوم بها البنك المركزي أو تقوم به فروعه في المحافظات. نعم. تتعلق بعمليات البنوك الأخرى، تتعلق أيضا ببعض الاستثمارات التي ينفذها البنك المركزي. كل هذه العمليات ونفقات البنك المركزي نفسه هي تدخل في الحقيقة في إطار الآن سيصبح لها نظام واحد ستربط محاسبيا وبشكل سهل، وهذا طبعا تم الإعلان عنه مؤخرا أيضا عن وجود شركة محاسبية لتدقيق الحركات المالية أو الحركة المالية أو العمليات الحسابية والمالية للبنك المركزي. كل هذا الأمر يصب في إطار واحد في النهاية، أن يكون لدينا نظام إلكتروني واحد تقني واحد تدور من خلاله العمليات، ويكون هناك معرفة بكافة العمليات المالية التي ينفذها البنك المركزي بشكل عام. نعم، إذا نبقى معي سيد حسام. أعود لضيفي سيد محمد الجماعي. سيد محمد، يعني قد يقول أحدهم بأنه يعني لو كانت الإيرادات المحققة في محافظة مأرب لنفترض 2 مليار، يعني ما سيربط بالبنك المركزي هو 1 مليار، والآخر بالتالي يعني تستطيع أي جهة يعني إبعاده عن أي ربط في مسألة المحاسبة والمتابعة الدائمة من البنك المركزي. هل يعقل تصورك هذا؟ لم أفهم ما يعني قلته، لكن يعني نفترض يعني قد يقول قائل بأنه إذا كان ما تحققه من إيرادات محافظة مأرب لنفترض يعني 2 مليار، يعني إذا ربط من هذا المبلغ 1 مليار بحيث أنه يعني خلاص كما صرحت أو صرح البنك المركزي بأنه قد تمت عملية الربط، هل يعني سيتم السيطرة الكاملة على موارد الدولة أم أنه فقط قد يورد جانب من المبلغ بينما مبالغ أخرى قد تصرف خارج هذا النظام الفني ومسألة الربط؟ لماذا نفترض أولا افتراض كهذا؟ مسألة حساب الحكومة في المبيعات سواء النفط أو الغاز أو غيرها من الإيرادات هي لا تذهب عبر السلطة المحلية وإنما تذهب إلى حساب الحكومة مباشرة، حتى رئيس الوزراء شخصيا وهو رئيس لجنة تسويق النفط لا يستطيع أن يذهب به إلى حساب خاص ولا إلى بنك خارج البنك المركزي. وهذه هي المشكلة التي تعيق الحكومة من تصدير النفط حتى الآن، أنها لا تستطيع توريد الأموال التي تأتي عبر تصدير النفط بالعملة الصعبة من الخارج إلى حساب البنك المركزي، ولأنه يعني تعتبر عملية فساد كبيرة. أما بالنسبة لمأرب هي جميع الإيرادات منذ أول يوم مثل ما قال رئيس الوزراء أنها تورد وفقا وتصرف وفقا يعني طبقا للقانون ويعني وفقا للإيرادات الحكومة.
نعم. هذه هي مسائل محسومة لا ليس فيها يعني بشكل مختصر يعني سيد محمد رئيس الوزراء في تصريحه يقول بأنه سيتم أو ستكون هناك رقابة على الصرف حتى بشكل يومي، يعني هنا الحديث عن مسألة الصرف، لكن الرقابة الشاملة على إيرادات المحافظة أين يعني المبالغ التي تحصل وهل تذهب بشكل كامل أم لا، يعني هل هذه الخطوة الفنية تعتبر يعني شاملة وفيها سيطرة كاملة على الموارد وإشراف كامل؟ ليس فيها جديد، ليس فيها جديد إطلاقا. رئيس الوزراء أكد أن فرع البنك المركزي في مأرب يعمل تحت سيطرة الحكومة منذ البداية ويتم الصرف فيه وفق القانون، لكن اختلفت المسألة، بدل ما يحاسب البنك مثلا أو تتم الحسابات النهائية في نهاية العام أو في نهاية نصف العام، أصبحت الآن الرقابة أوضح وبشكل يومي. هذا هو الفارق فقط، بمعنى أنه يعني بعيدا عن هذا الإجراء التقني والفني هو إيرادات محافظة مأرب تذهب للدولة منذ الوهلة الأولى، منذ الوهلة الأولى ومأرب تورد، وإلا لا يستطيع حتى سلطان العراج الشيخ سلطان تكلم في تصريحات صحفية أنه لا يستطيع أن يمد يده على حساب الحكومة سواء كان الربط الإلكتروني أو الربط يدوي أو غير يدوي إلا بما ما كان تحت سيطرته كسلطة محلية يستطيع أن يتصرف فيه وفقا لموازنة السلطة المحلية التي ترفع من بداية العام ومواجهة الأشياء الجديدة. أما يعني أما بالنسبة لحساب الحكومة فلا يستطيع أن يصرف إلا ما يعني بأمر الرئيس، وأمر الرئيس يمر ربما والنائب وغيره والحكومة أيضا تمر عبر يعني سلطان العرادة هنا مسؤول السلطة المحلية، وأعتقد أنها بسبب وجود سيولة تابعة للحكومة موجودة هنا في البنك، وإلا فإن الأمور تمشي عبر فروع البنك المركزي مباشرة بدون الحاجة للسلطة المحلية. نعم، إذن ابقى معنا سيد محمد. أعود لضيفي حسام السعيدي. يعني سيد حسام، لو جئنا لحديث محافظ البنك المركزي الذي يعني وجه اتهام في البداية بأنه يعني محافظتين لم تستجب لمسألة الربط، وبعدها وضح البنك المركزي بأن محافظة مأرب قد حسم الأمر وربطت فعليا بالفرع الرئيس للبنك المركزي. ماذا يعني تتوقع حول محافظة المهرة؟ لماذا يعني اكتفى البنك بإيضاح ما حدث في مأرب ولا توجد أي إيضاحات في مسألة محافظة المهرة التي أعلن في البداية بأنها أيضا يجب أن يتم ربط فروع البنك المركزي بالمركز الرئيس؟ سيدي العزيز، طبعا هي القضية أن هناك زخم حزبي اكتسبه التصريح أصلا، وأيضا نعرف أن محافظة مأرب تمثل أيضا محافظة عرادية، وبالتالي اكتسبت أيضا زخم آخر من جهة أخرى. لكن كان يفترض الحقيقة أن يكون المبدأ في التعامل هو مبدأ واحد، كون الهدف هو هدف واحد. هناك تصريحات صحفية أنا اطلعت عليها لكن لا أعلم صحتها، أن هناك أيضا مؤسسات في بعض المحافظات أو بعض المنافذ لا تورد نهائيا لا إلى مأرب ولا إلى المهرة، وإنما لديها حسابات خاصة في بنوك أخرى. وهذه البنوك غير مخولة من البنك المركزي، وهذه مخالفة للقانون، قانون البنك المركزي واضح في هذا الإطار. لذلك كما ذكرت أن هناك في إطار التصريح الذي ذكره محافظ البنك المركزي كان هناك يعني تراشق حزبي وتراشق أصبحت قضية رأي عام بشكل سريع، أدى الأمر إلى وجود تطورات وأيضا استجابة سريعة من قبل السلطة المحلية في مأرب التي وجدت نفسها أمام ضغط كبير، وبالتالي خرجت وأوضحت للناس الرؤية التي قدمتها، وأيضا أعاد محافظ البنك المركزي نفسه نشر الوثيقة التي تم أصلا التوقيع عليها وتم وكان قد ذكرها قبل تصريحه المشهور حول الربط والاستقالة وإلى آخره. وبالتالي هذه العملية ربما كما ذكرت لك اتخذت نوع من الزخم الإعلامي القوي وتبادل الأسئلة حول فحوى، لأن النقطة التي ذكرها محافظة البنك المركزي لم تكن بشكل واضح ولم تتحدث عن الاتفاق السابق وهل تم التراجع عنه أو لم يتم التراجع عنه وما هو الذي يدور بالضبط، وبالتالي زادت التكهنات في الوسط الإعلامي وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وأبحى من المهم وجود
رد أو توضيح للجمهور وللرأي العام، وهذا ما قدمه بعد ذلك المحافظ وأيضا ما قدمته السلطة المحلية في مأرب. ما يخص محافظة المهرة، هي حتى الآن محافظة المهرة أصبحت أيضا لديها إيرادات ربما أكبر من السابق بسبب نشاط المنافذ في على الحدود العمانية، ومع هذا أيضا لابد من ربط كل المحافظات وكل وأن يكون حساب الحكومة تحت إشراف البنك المركزي، وألا يسمح بفتح حسابات في بنوك أخرى غير مخولة من قبل البنك المركزي. عملية إدارة السياسة النقدية، إدارة حسابات الحكومة، كلها يجب أن تمر عبر البنك المركزي كمبدأ عام لا ينفصل في محافظة عن أخرى أو في مديرية عن أخرى. هذا مبدأ عام، ويجب أن يكون الخطاب أيضا وفقا لهذا المبدأ وليس خطاب انتقائي سواء من قبل المحافظ أو من قبل أي أشخاص، حتى الذين يتناولون هذا الأمر وتحويله إلى تراشقات حزبية وإلى آخره. هذا أمر مسيء الحقيقة. ما يجب عمله هو أن يكون المبدأ واحد وأن تكون بالتالي الإجراءات واحدة. يعني كيف يتم أو كيف يفسر صمت الحكومة والبنك المركزي عن إيضاح ما بدأ بالتصريح به مسبقا فيما يتعلق بمحافظة المهرة؟ يعني هل حلت الإشكالية أم ما زال الأمر قائم أم ما الذي يحدث؟ حتى الآن لم يصدر أي، حسب علمي لم يصدر أي موقف سواء من السلطة المحلية في محافظة المهرة أو حتى من قبل البنك المركزي، ونحن في الانتظار ما الذي سوف تقدمه الأيام القادمة. هذا الأمر مطروح للأيام القادمة، هل سيصدر إعلان للبنك المركزي بعد الأطوار؟ وأنا في الحقيقة أرى أن ربما هناك توجه لتوحيد مدعوم حكوميا، يعني وحتى مدعوم من قبل الرئاسة، ولا توجد إشكالية أصلا في توحيد العمليات الفنية للبنك المركزي. نعم. وأظن أن هذا سيحدث قريبا فيما يخص محافظة المهرة، لأنه أصلا لم نعلم بأن هناك معارضة من قبل السلطة المحلية لتوريد هذه لربط الحساب البنك المركزي أو ما يتعلق بإدارة حساب الحكومة. لا نعرف من قبل أن هناك إشكالية، ولم يتم تداولها في الإعلام إلا نادرا، وبالتالي ربما تكون، أنا في تصوري أن هناك مشاكل فنية أكثر من مشاكل. نعم. لكن سيد حسام، هنا نقطة أخيرة، يعني هل سيسهم هذا الإجراء بإحداث تحسن في الوضع الاقتصادي في الأيام القادمة؟ وأنا لا أرى أنه سيحسن الوضع الاقتصادي، ولكنه هو سيحسن من أداء البنك المركزي، يعني يمثل هو أداة مساعدة لعمل البنك المركزي، وليس يعني هو ليس الوسيلة فقط. الهدف أنه يكون هنا قدرة البنك المركزي على العمل، إذن العمل منوط بالبنك المركزي ككتلة واحدة، وهذه تساعد البنك المركزي على الأداء وتحسين عمله، وبالتالي تحسن الوضع الاقتصادي مرتبط بسياسات البنك المركزي قبل أن يكون مرتبط يعني ببعض الإشكالات الفنية الواردة. لكن في طبعا يعني بطبيعة الحال أنه وجود مركزية في القرار، أنا أقول أن البنك المركزي الآن أصبح لديه حرية أكبر أو مساحة أكبر للعمل على كافة الأراضي اليمنية، هذا طبعا يعطيه أو مصدر قوة بالنسبة للبنك المركزي، وهذا سيمكنه من اتخاذ سياسات أفضل، هكذا ربما نقرأ الصورة. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الباحث الاقتصادي حسام السعيد، كنت معنا من إسطنبول، وأعود لضيفي السيد محمد الجماعي. إذن سيد محمد، بتصريح رئيس الوزراء الأخير في مسألة بأن يعني أصبح الربط يعني جاهز وهناك إشراف بشكل يومي، نتساءل هنا في مسألة الإيرادات ويعني كيف يمكن الإشراف عليها؟ هل يعني تشعر الحكومة بطمأنينة كاملة في مسألة الإشراف على الإيرادات ووصولها بشكل كامل إلى البنك المركزي؟ بالتأكيد هي يعني عملية محاسبية، لا أحد يستطيع أن يغفر مبلغ يمين أو شمال، لأنه يعني كلها تذهب إلى حساب الحكومة. بالنسبة لإيرادات السلطة المحلية، هي أعتقد تخصم ما هو مخصص لها وفقا للقانون، والبقية تذهب يعني خاصة في الإيرادات السيادية لا تمد يدها إليها. الإشكالية هنا أخي، وهو السؤال الذي لم توجهه لأحدنا، هو المهرة. رئيس الوزراء قال الإشكالية تكمن في المهرة، الإيرادات لا تورد إلى حساب الحكومة أصلا، في مأرب تورد إلى حساب الحكومة. كانت المشكلة الرقابة اليومية أو مثلا الربط الإلكتروني التقني، لأن الموضوع واضح. محافظ البنك قال أن البنكين لم يرتبط، أو بعد شوية جاء قال مأرب جاهزة، معنى ذلك أن الإشكالية أيضا في المهرة. هنا هذا التساؤل الذي يفرض نفسه، ماذا
مهتم بشأن المعرض، وهو أيضا سيعزز من أداء. أنا كنت سأتي إليك بهذا التساؤل سيد محمد، يعني مسألة المهرة ومحافظة مأرب أثيرت في البداية، تم الإيضاح بشأن مأرب وكيف يفسر هذا الصمت فيما يخص محافظة المهرة؟ أيوة نعم، ولذلك ما تقوله هو صحيح، توجد إشكالية في الجمهورية كاملة، وهو عدم ربط الأوعية الإيرادية بالكامل يعني مع البنك المركزي، ما تزال تورد إلى حسابات أخرى ومنها يعني المهرة بشكل واضح ومكشوف جدا. المهرة إيراداتها أيضا قوية وكبيرة جدا، مأرب ربما بدون غاز وبدون نفط حتى الآن لا تصدر فقط شيء من إيرادات المصفاة وهي محدودة جدا، وإيرادات الغاز المنزلي وليس الغاز الطبيعي. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر. المحلل الاقتصادي سيد محمد الجماعي كنت معنا من محافظة مأرب. نرحب الآن بضيفنا سينضم إلينا من ماليزيا الباحث الاقتصادي سيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد مساء الخير. مساء الخير أخي شادي. أهلا بك سيد عبد الواحد، نتحدث اليوم عن ما أثير من جدل خلال الأيام الماضية فيما يخص تصريحات البنك المركزي، و أيضا حديث رئيس الوزراء بأنه تمت أو حلت الإشكالية في محافظة مأرب. ونبدأ معك بالتساؤل، يعني من خلال هذه المعطيات وحديث رئيس الوزراء بأنه قد حلت المشكلة تماما في مأرب، بالنسبة للمهرة التي تحدث يعني محافظ البنك المركزي في تصريحه الأول، لماذا هذا الصمت وعدم الإيضاح من قبل الحكومة برأيك؟ قبل الورود في موضوع محافظة المهرة أحب أوضح أن عملية الربط أو الكلام عن نجاح عملية الربط لا يزال مبكرا، فنحن بحاجة إلى الانتظار بعضا من الوقت لمعرفة نتائج هذا الربط، لأن عملية الربط بحد ذاتها ليست إلا وسيلة وليست هي النتيجة أو الهدف النهائي للموضوع برمته. الربط بحاجة إلى معرفة إيرادات محافظة مأرب بشكل كامل، وهل سيتم توريدها إلى البنك المركزي، هل ستلتزم السلطة المحلية في محافظة مأرب بنشر مثلا تقارير الإنتاج اليومية في شركة صافر من النفط الخام والغاز المنزلي لمقارنة ذلك مع ما يتم توريده لفرع البنك المركزي في مأرب، بالإضافة إلى تقارير إنتاج مصافي مأرب لمعرفة كم تنتج من مشتقات نفطية وكم يتم بيعه في السوق المحلي وكم يتم توريد كم المبلغ الذي يتم توريده من هذه الإيرادات إلى البنك المركزي. هو سيد عبد الواحد، هذه التساؤلات التي طرحتها يعني كنت قد وجهتها للمحلل الاقتصادي السيد محمد الجماعي، كان معنا منذ قليل من محافظة مأرب، وهو يعني مقيم في المحافظة ومطلع على الكثير من الأمور. هو تحدث أيضا قبل أن يأتي طلب عملية الربط، ما يعني إيرادات محافظة مأرب منذ الوهلة الأولى وهي ترحل إلى حسابات الحكومة أولا بأول، وبمسألة الرقابة على هذه الإيرادات هناك عمليات حسابية دقيقة، وبالتالي يعني لا توجد أي عمليات تلاعب في هذا الجانب، وهناك اطمئنان من قبل الحكومة. لا يمكن الجزم بصحة هذا الكلام ما لم تكن هناك شفافية كاملة عن ما يتم إنتاجه في مأرب بنشر تقارير الإنتاج الخاصة بصافر وبمصافي صافر، بالإضافة إلى بقية الإيرادات من ضرائب ومن رسوم ومن إيرادات المنفذ إذا كانت تورد إلى محافظة مأرب. بخلاف ذلك كل ما يطرح من كلام يظل كلام وغير مثبت بوقائع وبتقارير رسمية. لا نستطيع أن نعتمد بشكل كامل عما يصدره مسؤول السلطة المحلية في مأرب من معلومات، يجب أن يتم ذلك مقارنته بما يتم إنتاجه فعليا داخل مأرب لمعرفة
مدى توافق ذلك مع ما يتم توريده للمتجر المركزي. نعم، وهذا الأمر متطلب سواء في مأرب وغير مأرب، يعني هذا إجراء يجب على الحكومة أن يعني تكون هناك إيضاحات في هذه المسألة فيما يتعلق بالإيرادات سواء في محافظة مأرب أو غيرها من المحافظات. نعم نعم، يجب أن يرافق عملية الربط شفافية كاملة وتقارير دورية عما يحدث من إيرادات ومن نفقات، لأنه نعم. كذلك موضوع النفقات، هل سيستمر أخذ القرار في موضوع النفقات في السلطة المحلية ووفقا لمثلا لأوامر وتوجيهات من مكتب الرئاسة على سبيل المثال بعملية الصرف، أو أن الصرف سيتم وفقا لموازنة محددة خاصة بمأرب ضمن الموازنة العامة للحكومة اليمنية؟ كل هذه الأشياء أو كل هذه التساؤلات ستجيب عنها الأيام القادمة، ولا نستطيع أن نحكم حاليا عما حدث او ما سيحدث. بالضبط. عمليه الربط، عمليه ربط البرنامج المحاسبي بكل بساطه بالفرع الرئيسي في عدن، ونفس الموضوع ونفس القضيه في محافظه مهرة التي من الواضح ان هناك صمت عام وتجاهل للموضوع وعدم ورود اي توضيحات من مسؤولي الحكومه بخصوص فرع البنك المركزي في مهرة في المهرة. فلماذا لا يتم نفس العملية ونفس الإجراءات في محافظة المهرة لمعرفة ما إذا كانت عملية الربط ستتم بنجاح؟ نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الباحث الاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي، كنت معنا من ماليزيا، وبهذا القدر نكتفي مشاهدينا ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.